بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذا لقاء جديد في سلسلة البرنامج العلاجي لأمراض السحر والمس والحسد وضيق العيش والهموم ومشاكل الحياة. الحقيقة أحببت اليوم أن نتعلم أو نحفظ معا بعض الآيات المهمة التي أنصح كل إنسان بحفظها حقيقة، لأنها ضرورية أيها الأحبة في هذا العصر، عصر تكنولوجيا رقمية، عصر المعلومات، عصر تراكم المعلومات. الدماغ البشري أحيانا لا يتحمل هذه الفوضى من المعلومات، هذا الكم الهائل، فتجد بعض الناس يصاب باكتئاب أو يصاب بشيء من الخوف أو شيء من الغم أو القهر. منهم من يتجه باتجاه الوساوس أو الوسواس القهري مثلا، منهم من يحدث لديه مشاكل في السمع أو في البصر أو غير ذلك. هناك آية مهمة وهي دعاء سيدنا ذنون يونس عليه السلام، احفظوها رجاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الآية أيها الأحبة ليست مجرد كلام، يعني عندما تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هناك تفاعلات في دماغك، في خلايا قلبك تحدث وأنت لا تشعر. هناك رسائل توجه لعقلك الباطن باعترافك أنه لا إله إلا الله، أنك تنزه الله سبحانك. هذه الآية تبعدك عن الهموم والمشاكل لأنك لجأت إلى رب كريم. كلمة سبحان تعني التعظيم والتنزيه، وأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل هذا الكون، وبالتالي تصغر هذه الهموم في نظرك وتصغر هذه المشاكل في نظرك عندما تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعتراف بأنك ظلمت نفسك. من منا لم يظلم نفسه أو لم يخطئ أو لم يقصر في حق الله؟ فنحن بحاجة لهذا الدعاء، أن نكرره دائما في أوقات الضيق وأوقات الهم والغم، لأن الله سبحانه وتعالى استجاب لسيدنا يونس وهو في بطن الحوت ببركة هذا الدعاء ونجاه من الغم. فكذلك إذا أردت أن ينجيك الله من الغم عليك بهذا الدعاء. طيب، من أصيب بالوساوس يكثر من التسبيح: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لأن التسبيح أيها الأحبة ينجي الإنسان أيضا من الهموم ومن الغم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على قول سبحان الله وبحمده، يحرص عليها ويكررها كثيرا، لأنها حقيقة كنز من كنوز الجنة. وحتى الله عز وجل أعطاك نتيجة أو مكافأة يوم القيامة، أنك كلما قلت سبحان الله وبحمده غرست لك غرسة في الجنة. هل هناك أجمل من ذلك؟ إذا قلت 100 مرة سبحان الله وبحمده حطت عنك خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. إذن التسبيح مهم جدا لعلاج هذه المشاكل والهموم أيها الأحبة. طيب، أمراض العقم: إنسان عقيم لا ينجب الأولاد، ممكن أن يكون هو أو زوجته، طيب ماذا يفعل؟ طبعا الإنسان يلجأ إلى الطب، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، إذن يلجأ، ولكن غالبا لا يستفيد شيئا، لأن هناك مشكلة، يعني مشكلة العقم أيها الأحبة ينبغي أن نفهمها جيدا. العقم يختلف عن أي مرض آخر، لأن عملية تشكل هذه الحيوانات المنوية وعملية معقدة جدا، من أعقد العمليات، وعملية التزاوج بين البويضة المؤنثة والحيوان المنوي عملية معقدة وتحتاج إلى طاقة معينة، إلى توجيه معين، إلى قدرة معينة موجودة لدى هذه النطف المنوية، ولكي تستطيع أن تقتحم البويضة وتتزاوج معها
وتبدأ رحلة الانقسامات، وكل هذا يعتبره العلماء من أعقد العمليات في الطبيعة. لذلك أحبتي في الله، يعني هذه العمليات المعقدة يحدث أحيانا خلل في مرحلة من مراحل هذه العمليات المعقدة، فتتعطل عملية الإنجاب، تفشل عملية الإنجاب. طيب، العلماء يحاولون اكتشاف بعض الأسرار، ولكن غالبا ما يفشلون في هذا الأمر، فيلجأون إلى التلقيح الصناعي، إلى كذا إلى كذا. هنا أنا لدي آية عظيمة، وهي دعاء سيدنا زكريا عليه السلام عندما كان شيخا كبيرا، وحتى زوجته كانت عاقرا لا تنجب أصلا. قال: احفظوا هذه الكلمات القليلة ولكنها كثيرة بمفعولها. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. 7 مرات، رقم 7 مهم كما قلنا مرارا. هناك سورة الإخلاص مهمة، والتركيز على قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، تكررها 7 مرات. وسورة مريم، يعني هذه السور اخترتها أيها الأحباء، أنا أعتقد أن لها تأثيرا. إذا أراد الله أن يهبك الولد سيهيئ لك سببا، لأن الكون كله أيها الأحبة مبني على أسباب، مبني على قدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. ماذا يعني بقدر؟ يعني هناك نظام، هناك أسباب، هناك مقدمات ونتائج دائما. فالله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا، أراد أن يعطيك مولود أنثى فيهيئ لك الأسباب بحيث تأتي المولود أنثى، يريد أن يعطيك ذكرا يهيئ لك أسباب ذلك، كله أسباب وكله نظام. يريد أن يجعلك عقيما ويجعل من يشاء عقيما، يمنع عنك أسباب الإنجاب. فإذا أراد لك الله سبحانه وتعالى في مرحلة ما أن تنجب، سيلهمك معرفة هذه الآيات، ويلهمك يعني طريقة تكرارها وكيف تهدأ هذه النفس. يعني أنت عندما تكرر هذا الدعاء ربي، وتتوجه إلى الله، ليس مجرد تكرر كالببغاء، تتوجه إلى الله هكذا وتقول: ربي لا تذرني فردا، لا تتركني وحيدا، لا تتركني وحيدا، وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هذا الكلام أيها الأحبة، هذا الدعاء العظيم، هذه التركيبة اللغوية العجيبة لها أثر كما قلنا على خلايا الدماغ، الذي هذه الخلايا تتأثر وتعطي أوامر للجسم بتعديل نظام. كما قلنا، إذا كان هناك مشكلة في نظام تشكل هذه الحيوانات المنوية أو نظام تشكل البويضة وغير ذلك، سيتم تعديل هذا النظام إذا أراد الله ذلك. يعني على فكرة الشفاء بالقرآن مضمون، ولكن مرتبط بمشيئة الله. والله تعالى يريد منك الإخلاص، يريد منك أن تتوجه إلى الله. أحيانا الله يحب شخص فيحرمه نعمة الولد ليكرر هذا الدعاء، ويلجأ إلى الله ويبكي ويتضرع ويتصدق كثيرا ويناجي الله كل يوم، فيهبه الولد سبحانه وتعالى. يعني عندما يمنع الله عنك شيئا ويريد أن تتقرب منه، هذا محبة لك، محبة لك. لا تظن أن كثرة الأولاد هي نعمة أو كثرة المال هي دليل محبة الله، لا. الله تعالى يمد الكافر والمشرك والملحد بالأموال والبنين، ولكن يمكن أن يكفر ويطغى والعياذ بالله. لذلك أيها الأحبة، كل ما قدره الله لك هو خير، هو محبة منه سبحانه وتعالى.
فلا تيأس إذا حرمت نعمة الولد، لا تيأس إذا حرمت نعمة الرزق، لا تيأس إذا حرمت نعمة الصحة. كل هذه أسباب يريد الله منك أن تأتي إليه. كيف يعني إذا أعطاك المال الكثير ستنشغل بالمال، أعطاك الأولاد وأعطاك السلطة والشهرة ستنشغل، كيف يريد الله أن يأتي بك إليه؟ من خلال هذا البلاء. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبتلينا بما يحبه هو سبحانه وتعالى، وأن ننجح دائما في هذا الابتلاء، وأن نكون يعني عند ظن الله بنا سبحانه وتعالى، أن نكون يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء المؤمنين الذين قال الله فيهم: أولئك هم المؤمنون حقا. أن نكون من المؤمنين حقا، وأن يعني يهيئ لنا أسباب القرب منه عز وجل، وأن نحظى ونفرح بلقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.